السراج يقول أن رهان الدول الداعمة للعدوان خاسر وثبت فشله، وليبيا لن ترتهن لشخص واحد. حفتر يرفض قرار مجلس الأمن ويؤكد استمرار العدوان وإطلاق نار بساحة الكيش بمدينة بنغازي. أردوغان وترامب يؤكدان أهمية استعادة الاستقرار في ليبيا ويرفعان حجم التجارة بين البلدين إلى ما مقداره 100 مليار دولار. التاسعة بتوقيت العاصمة طرابلس، نشرة الأخبار من بانوراما. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية السراج ثبات موقفهم في اجتماع المسار العسكري 5+5 المقبل بجنيف، تتمثل في عودة المعتدي من حيث أتى وكذا إرجاع النازحين. السراج جاء في مؤتمر صحفي السبت قال إنه آن الأوان لدول الداعمة للعدوان أن تعلم أن رهانها خاسر وثبت فشله. الجولات المسار العسكري يعني متوقع أن هي تواصل الأيام القادمة. نحن طبعا لدينا مواقف ثابتة في هذا المسار العسكري، زي ما ذكرنا هي إنهاء الأعمال العدائية، عودة النازحين، العودة إلى يعني مواقع قبل العدوان بحيث ما عادش يكون في تهديد سواء كان العاصمة أو المدن الأخرى. هذه المواقف ثابتة بالنسبة لنا، والفريق العسكري اللي يواصل في هذه اللقاءات فريق مهني حرفي يعتمد عليه وعندنا ثقة كبيرة فيه. كما أشار السراج في حديثه إلى التطور العسكري للجيش إلى الأفضل، مشددا على أنه ثبت للجميع أن الطرف المعتدي يسعى للسلطة فقط ولو على جثث الليبيين، مبديا رفضه ذلك بقوله إن البلاد لن ترتهن لشخص وأن الليبيين وحدهم معنيون بأمنهم وثرواتهم. وضعنا العسكرية تطورت إلى الأفضل، نسير بخطة ثابتة نحو استكمال كافة متطلبات الأمن، وقد ثبت الجميع أنه يسعى للسلطة والسلطة فقط ولو كانت على جثث جميع الليبيين. نجدد القول بأن نحن نتفهم أن تبحث الدول عن مصالحها إن كانت تلك المصالح، لكن هناك طرق وقنوات صحيحة وأخلاقية وشرعية للقيام بذلك. نؤكد الجميع بأن ليبيا لن ترتهن لشخص وهي أكبر من الأشخاص جميعا، والليبيون وحدهم معنيون بأمن بلادهم واستثمار مقدراتهم واستخدام الأمثل لثرواتهم. حول هذا الأمر مشاهدينا ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصرات الكاتب والمحلل السياسي السيد علي أبو زيد. سيد أبو زيد، دعني أرحب بك بداية في الحصاد. أسألك بحسب ما قاله السراج أنه آن الأوان أن تعترف الدول الداعمة لخليفة حفتر بأن مشروعها قد خسر وتنفك لربما عن خليفة حفتر، على أقل تقدير انفكاك جزئي لربما. هل يمكن الحديث فعليا عن انفكاك لداعمين خليفة حفتر كانوا قد خسروا أموالا طائلة وغيرها من أنواع الدعم، وخليفة حفتر لازال يقارع عسكريا بل وينتهك حتى قرارات مجلس الأمن التي تقول بوقف اطلاق النار فعليا على العاصمة طرابلس؟ بداية أهلا وسهلا بك وبزميلتك وبالسادة المشاهدين. حياك الله. بلا شك أن خروج فايز السراج اليوم نقطة جيدة تحسب له، وهي رد على الكلمة المسجلة بالأمس لمجرم الحرب خليفة حفتر. ولكن الحديث عن تغيير مواقف الدول الداعمة أعتقد أنه أمر صعب وأمر
غير ممكن بالنظر إلى الاستثمار الهائل والأموال التي دفعت في هذا المشروع، وأيضا في السياق العام الذي تشهده المنطقة اليوم. يعني هذا المشروع غير معني بليبيا فقط، المشروع الثورة المضادة ومشروع محور الاستبداد العربي الذي يسعى إلى ترسيخ دكتاتوريات جديدة في المنطقة وجيل جديد من الدكتاتوريات بعد سقوط كثير من الدكتاتوريات العسكرية. فليبيا هي جزء من هذا المشروع، ولا أعتقد أن هذه الدول ستغير توجهها فيما يخص. إذن هنا السؤال، ما الخطوات التي يمكن أن تتبع من أي جهة سواء كانت محليا أو حتى دوليا عن طريق قرارات أممية لكي تلزم الدول الداعمة لخليفة حفتر بالانفكاك عنه ولو جزئيا؟ وكذلك السؤال، هذا أمر قابل للتطبيق أم لا؟ أعتقد أن السيد فايز السراج اليوم فاته أن يتكلم عن مسألة مهمة، وهي مسألة تطوير موقف حكومة الوفاق بالدرجة الأولى. أعتقد أن المرحلة الآن أصبحت هي مرحلة إنهاء العدوان وليس صد العدوان فقط. يعني مسألة إنهاء العدوان تتطلب عمل من حكومة الوفاق على عدة مستويات. اليوم مسألة إنهاء العدوان لا تتعلق فقط بطرابلس العاصمة، بل إنهاء العدوان حتى فيما يتعلق بإقفال الحقول والموانئ النفطية. هذا الأمر يتطلب مجهودات بداية من إصلاحات في الحكومة. نحن الآن على شفى ربما أزمة اقتصادية مستفحلة في ظل واقع اقتصادي هش في الحقيقة، وهذا يحتاج إلى حراك دبلوماسي وإلى اشتغال على الدول التي لها تأثير والتي تقف موقف ضبابي وموقف رمادي غير واضح. العمل مع حلفاء حكومة الوفاق على استمالة هذه الدول ومثل الولايات المتحدة مثلا أو إيطاليا، واستخدام ثقلها في الضغط لحل مشكلة الموانئ النفطية، كذلك دعم قوات حكومة الوفاق والجيش اللي بس هنا حتى لا تفوت نقطة السيد علي، في هذه النقطة تحديدا يتساءل البعض لربما لماذا دول العالم القوية إن صح التعبير أو إن صحت التسمية أو الوصف، لماذا لا تلزم خليفة حفتر الآن بافتتاح الحقول النفطية من جديد، خصوصا أنه هناك معطيات سابقة عندما قام خليفة حفتر بنقل أو عندما حاول بالأحرى نقل الواردات النفطية من المؤسسة الوطنية الشرعية القابعة لها في طرابلس إلى المؤسسة التابعة للحكم الموازية، جاء الرد سريعا خصوصا من الإدارة الأمريكية، لماذا الآن هناك تأخر؟ يعني وصلنا تحديدا إلى 29 يوم من الإقفال. سأكون صريح في هذه النقطة، حكومة الوفاق إلى الآن أدائها التنفيذي متواضع وضعيف غير موثوق من بعض الدول. يعني السيد فايز السراج والمجلس الرئاسي اليوم مطالب بإدخال إصلاحات في حكومته والرفع من مستوى أدائها وإطلاق خطة إصلاحية واضحة تشتغل عليها حكومته بشكل واضح، وحقيقة أعتقد أن هناك كثير من الوزارات لا تعمل ووزارات ميتة مع أنها وزارات حساسة ومهمة. كذلك عندنا وزارات غير موجودة، يعني تكلمنا طويلا في منتصف الأشهر العشر الماضية عن وزارة الدفاع، أين وزير الدفاع؟ لا يوجد وزير دفاع. هذا محليا، هذا محليا سيد علي، كنا نتحدث عن لماذا أن العالم الأجنبي لم يتدخل هذه المرة في دقيقة حتى ننتقل إلى سؤال آخر وننهي المكالمة. لم يتدخل هذه المرة لأنك أنت إلى الآن لم تثبت أنك شريك يعتمد عليك ليدعمك في مثل هذه النقطة. اليوم العالم يتعامل مباشرة مع المؤسسة الوطنية للنفط، وهناك أيضا تعويض من دولة الإمارات الداعمة لمجرم الحرب خليفة حفتر عن 1.2 مليون برميل التي تنتجها ليبيا. ربما لو حدث ارتفاع في أسعار النفط قد يضغطون على خليفة حفتر. وبالمناسبة ولسوء حظ الليبيين هناك انخفاض على الطلب في النفط بنسبة 10% بسبب فيروس كورونا، وهو ما يجعل الانتاج الليبي للنفط في هذه الفترة غير مهم، وسيستمر الإغلاق لأن
في نقطة أخيرة سيد علي، يشير السراج إلى أن اجتماعات الخمسة زائد خمسة العسكرية في اجتماعاتها القادمة بالتأكيد بجنيف سيكون الموقف الثابت كما كان في البداية من قبل الخمسة المكلفين أو التابعين لحكومة الوفاق بالتأكيد أو ناقلين وجهة نظر العسكرية بالنسبة لحكومة الوفاق، أنه لا حوار إلا من بعد عودة المعتدي من حيث جاء، يعني عودة الأوراق كما كانت هي قبل يوم 4 أبريل من السنة الماضية. هذا أمر يمكن تحقيقه؟ يمكن لخليفة حفتر أن يرتضي به أم لا؟ أعتقد أن هذا أقل موقف يمكن التزام اليوم بعد تصريحات مجرم الحرب خليفة حفتر بأنه غير معني بوقف إطلاق النار. وأعتقد أن أصلا الاستمرار في مسألة الحوار 5+5 أصبح عبث مع تصريحات خليفة حفتر، وأنا أستغرب غياب البعثة الأممية وعدم تعليقها على ما نطق به خليفة حفتر بالأمس، وهو تحدي واضح لقرارات مجلس الأمن وإهدار للمجهودات الدولية والأممية التي تبذل في هذا السياق. فالثبات على هذا الموقف هو أقل ما يقدم وفاء لتضحيات رجالنا وشبابنا على الجبهات ولصمود الليبيين جميعا ضد هذا المشروع الاستبدادي، وهو رد يجب أن يكون واضح للاستهتار واضح. واضح. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مصرات، الكاتب وكذا المحلل السياسي سيد علي أبو زيد، شكرا جزيلا لك. أفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن مواطنا قتل أثر سقوط قذيفة عشوائية أطلقتها ميليشيات حفتر على مزرعته في منطقة البعيش ببلدية تجورة. أبان المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أمين الهاشمي في تصريح لبانوراما أنهم سجلوا خلال 48 ساعة الأخيرة مقتل 3 مدنيين وإصابة 17 آخرين جراء القذائف التي أطلقتها ميليشيات حفتر على الأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس. طلب الهاشمي وزارة الخارجية بالعمل على تحويل التقارير والبيانات الإنسانية إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية وكذلك الحقوقية. أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب أن شابين من مدينة مصراتة وعاملا أجنبيا قتلوا على الهوية على يد ميليشيا الكاني التابعة لخليفة حفتر في بوابة الكريش الواقعة بين مسلاتة وترهونة. وأضاف المركز أن ميليشيا الكاني بعد قبضها على الشبان الثلاث وتصفيتهم ألقت بجثامينهم على قريعة الطريق في منطقة الشريدات. قال أمير التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الوسطى نصر القايد إن ميليشيات حفتر تحشد لهجوم جديد على العاصمة طرابلس والمحور الغربي بسرت، مشيرا إلى أن الجيش يرصد تحركات وتجهيزات تقوم بها ميليشيات حفتر بشكل مستمر. سمعتم اليوم إلى هذه الكلمة التي ألقاها بأنه لازال مستمر في الحرب وهو لازال يحشد، يعني نحن بعض القوات التي تصله أو الإمدادات لم نراها إلى الآن في المحاور، فهي موجودة بالتأكيد في المنطقة الشرقية، ونتوقع أنه يعد العدة لهجوم يعني قريب في هذا ما نتوقعه، ونقوم برصد هذه الأشياء ويعني سرايا التحري وتقوم برصد كل ما أي تحركات والاستعداد لهذا هذه التحركات. يعني عسكريا أيضا وعلى الأرض، أفاد مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب أن مدفعية الجيش استهدفت منصة تهاون وتجمع لميليشيا حفتر بمحور صلاح الدين، وذلك في رد على القذائف العشوائية التي أطلقتها هذه الميليشيات على مطار معتيقة الدولي. هذا وأوضح مراسل بانوراما أن ميليشيات حفتر استهدفت الجمعة مطار معتيقة الدولي بعدة قذائف عشوائية دون وقوع أضرار بشرية، في حين لازال المطار يعمل على تسيير رحلاته بشكل اعتيادي. بدأت الحياة تعود إلى منطقة أبو نجيم مع توفر الغذاء والوقود وافتتاح المحلات والمؤسسات الحكومية ومكتب السجل المدني بتأمين من إدارة الشؤون الأمنية التي كلفت من غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة. نتابع. ها قد عادت أبو نجيم كما عادت منطقة أبو قرين لسابق عهدها، وبتأمين لجنة الشؤون الأمنية التي كلفت من قبل غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة. هذه المنطقة تعود بشكل طبيعي كما كانت،
فتحت المحال التجارية، بعض الأهالي الذين نزحوا من منطقة أبو قرين جاءوا إلى هذه المنطقة، الذين تجمعوا في منطقة أبو نجيم وزمزم. الظروف الطبيعية والحياتية بالنسبة للمواطنين هنا تشهد تطورا على الأيام الماضية، وفتحت العيادة الرئيسية بالمنطقة، كذلك توفر لبعض الأمور واللوازم الحياتية مثل محطة البنزين وغيرها من الأمور الأخرى. كما يعرف الجميع أن منطقة أبو نجيم هي أو تعتبر منطقة صغيرة ليست بها الأعداد السكانية الكبيرة، ولكن ما يخدم هؤلاء المواطنون المتواجدون بالمنطقة يبدو بشكل جيد وفي أداء جيد لخدمة المواطنون. كذلك السجل المدني الذي فتح أو مكتب السجل المدني الذي فتح أبوابه أمام المواطنون لأخذ أي أوراق أو مستلزمات للمواطنين. كذلك الفروع الأمنية التي كلفتها إدارة الشؤون الأمنية بغرفة عمليات تحرير سرت الجفرة بالتعاون مع اللجنة الأمنية المشتركة التي تباشر بتأمين هذه المنطقة عبر دوريات متحركة وثابتة. لقناة ليبيا بانوراما، عبد المنعم البوري، أبو نجيم. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر سورية أن روسيا بدأت بتجنيد السوريين يعرف بعضهم بانتمائهم لتنظيم أصدقاء روسيا السوري لنقلهم إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات حفتر في هجومها على العاصمة طرابلس. وأضافت الشرق الأوسط الجمعة أن روسيا طلبت قرابة 50 شابا سوريا من دوما والغوطة الشرقية لدمشق لتجنيدهم براتب 800 دولار شهريا في مهمة قتالية مدتها 3 أشهر، بالإضافة إلى الإعفاء من الخدمة الإلزامية في الجيش السوري وعدم الملاحقة الأمنية من أجهزة النظام السوري. قال فريق الخبراء الأممي المعني بالسودان إن عناصر من مجموعات مسلحة من دارفور يقاتلون كمرتزقة إلى جانب حفتر في ليبيا، ويتلقون مقابلا ماليا يتجاوز 3650 دولار ويسمح لهم بالغنائم. التفاصيل مع الزميل عماد عصاوي. ما حاول داعمو حفتر التغطية عنه كشفه فريق الخبراء الأممي المعني بالسودان، إذ كشف التقرير بأن مقاتلين من جماعات مسلحة مختلفة في إقليم دارفور يقاتلون في صفوف ميليشيات حفتر ويتلقون الأموال، ويسمح لهم أيضا بالاحتفاظ بالغنائم التي يستحوذون عليها. وعن الأموال التي يتلقاها مقاتلو هذه الفصائل المسلحة مقابل عملهم كمرتزقة مع حفتر، فقد كشف الفريق الأممي حصول الفرد منهم على راتب شهري قدره 3650 دولارا، فيما يتقاضى الضباط والقيادات الأعلى ما يتجاوز 3700 دولار. التقرير الأممي أماط اللثام عن خفايا حرب حفتر القذرة، فهناك سماسرة يدفعون للجماعات المسلحة السودانية ما يصل إلى 3000 دولار نظير انضمام مرتزق جديد ينضم لميليشيات حفتر كإغراء مالي لهم. لجنة الخبراء المعنية بالسودان ذهبت إلى أبعد في تفاصيل هذه القضية، فقد أفصحت عن الشخصيات القيادية التي تتعامل ماليا مع حفتر لدفع رواتب المرتزقة التابعين لهم، إذ أكد أن الأموال تدفع مباشرة من معسكر الرجمة إلى جمعة حجار وهو قائد حركة جيش تحرير السودان ونائبه جابر إسحاق، لتسلم أخيرا للمسؤول المالي بالحركة المدعو عبدو دجليس، ومن ثم تصل الرواتب لكل مقاتل نقدا. وعن التجهيزات التي تقدمها ميليشيات حفتر للمرتزقة من الفصائل السودانية والغنائم التي يسمح لها بالاستحواذ عليها، فقد قال التقرير الأممي بأن ميليشيات حفتر تزود كل 10 مقاتلين من هذه الفصائل بمركبة وأسلحة ومبالغ مالية مجزية نظير كل هجوم على منشآت وممتلكات جديدة والاستيلاء عليها، إلى جانب السماح للمرتزقة بالاحتفاظ كما قلنا بما يستولون عليه من مركبات وممتلكات. يضيف التقرير الأممي بأن الفصائل السودانية توفر الحماية لمهربي البشر وتسهيل مرور المهاجرين غير القانونيين واختطاف مهاجرين بهدف الحصول على فدية مالية إضافة لتهريب السلاح والمخدرات وفرض أتاوات على مهربي السيارات تتجاوز 2000 دولار عن كل سيارة تعبر الحدود.
يقول التقرير الأممي بأنها تشكل مصدر دخل إضافي غير الأموال التي يقدمها لهم حفتر. مع استمرار تكشف الأوراق عن الأموال الطائلة التي يقدمها حفتر للمرتزقة بالتزامن مع المطالبة بالتوزيع العادل للثروة ما دعاها لإغلاق الحقول النفطية، يظل التساؤل القائم هنا: من أين يوفر حفتر هذه الأموال للمرتزقة؟ في أول تعليق على قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار في ليبيا، أعلن خليفة حفتر رفضه لهذا القرار ورفضه لإحلال السلام قبل تسليم ما أسماه الميليشيات سلاحها، متوعدا بمواصلة القتال والعدوان على العاصمة طرابلس وكذلك ساكنيها. سلم إلا بنزع سلاحي إصابات الميليشيات ونعلن معه وقفا دائما لإطلاق النار. هي دعوة لإشعال الحرب إذن، ورفض لكل مسارات الحوار والنقاش. يطل حفتر بعد غياب على متابعيه صوتا لا صورة من أعلي الرجمة، مخاطبا من تظاهروا دعما لميليشياته أن استمروا في دفع أبنائكم فإني لا أرى غير القتال سبيلا. نطمئنكم بأن جيشكم لن يتوقف حتى يعلن النصر الكبير الذي وعد به، وما ذلك على الله بعسير. خطاب تحريضي آخر كان مليئا بتمزيق ما تبقى من نسيج اجتماعي حاولت ثورة فبراير لملمته، حتى جاءها في مثل هذا اليوم تحديدا قبل 6 أعوام محاولة انقلابية كانت هذه المرة صوتا وصورة، حتى نمت شوكته وصار يهدد ويتوعد. خطاب أراد الرجل من خلاله إيصال رسالة لمجلس الأمن بأن قراراته لن تتعدى أروقة نيويورك، وأن بنوده لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به. يريد حفتر ورفاقه وداعموه في الإقليم كسب ما تبقى من ساعة صفرهم المتجمدة في محاور العاصمة، ولا جديد على الأرض ولا حتى في ردهات المؤتمرات الدولية لصالحهم غير مقارعتهم لأصفارهم المتتابعة. أصيب 3 متظاهرين في ساحة الكيش ببنغازي أثناء مظاهرة لعدد من مؤيدي العدوان على العاصمة، كان قد ألقى فيها حفتر كلمة هاتفية تباهى خلالها بمستوى الأمن والأمان الذي ادعى أنه حققه في بنغازي. نتابع. في سقوط مدون لشعارات الأمن والأمان التي صدعت بها ميليشيات الرجمة رؤوس ساكن المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر، وفي حدث جديد يعكس مدى هشاشة الأمن في مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية بشكل عام، أصيب 3 مدنيين بجروح متفاوتة إثر إطلاق نار بساحة الكيش التي تجمع بها مؤيدون للعدوان الذي يشنه حفتر على العاصمة وأهلها. اشتباكات ساحة الكيش جاءت بعد كلمة حفتر التي كرر فيها شعارات استتباب الأمن في المنطقة وإظهارها على أنها الأكثر أمناً في ليبيا كعادته، رغم كل الأحداث التي تظهر عكس ذلك. فيما لم تكشف أي جهة رسمية في بنغازي عن طبيعة الاشتباكات وأسبابها، واكتفت مديرية الأمن بالرد في صفحتها الرسمية بفيسبوك على بعض تعليقات المواطنين الذين عبروا عن غضبهم من الحادثة واعتبروها فشلا ذريعا للجهات الأمنية، كما سرد بعض منهم أن إطلاق النار كان بسبب مشاجرة بين ميليشيات يقودها فرج قعيم وأفراد من مديرية الأمن. انعدام الأمن في بنغازي والمناطق الخاضعة لسيطرة حفتر ليس بجديد، فقد تم اختطاف وإخفاء العديد من المواطنين في بنغازي وغيرها من جهات مجهولة، بعضها ينسب نفسه لعناصر حفتر وبعضها غير معروف التبعية، ولا يجمعها سوى إلقاء الجثث في شارع الزيت مكبلة وعليها آثار تعذيب وحشي. ومن بين ما طلته يد الغدر في بنغازي عضو مجلس النواب سهام سريجيوا التي تم اختطافها من بيتها منذ أكثر من 220 يوما من قبل عناصر كتبوا على جدران بيتها أنهم تابعون لميليشيات يقودها نجل رجل الرجمة صدام حفتر، ولا زال مصيرها مجهولا حتى اللحظة
وكذلك تفجير مقبرة الهواري التي حدثت أثناء تشييع جنازة الآمر الأسبق للصاعقة أحمد المسماري بحضور زخم كبير من قيادات الرجم البارزين. ولا تزال تفاصيل في هذه الحادثة كغيرها مخفية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتصال هاتفي على أهمية إعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا. الرئيسان اتفقا على استئناف المفاوضات لرفع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار، كما بحثا مجموعة من القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، وتبادلا أيضا وجهات النظر حول سبل إنهاء الأزمة في إدلب دون مزيد من التأخير. دعا كل من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره التركي مولود تشاوشأوغلو لوقف التصعيد وتنفيذ نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا. أكدت الخارجية التركية في بيان لها أن تشاوشأوغلو سيحضر اجتماع لجنة المراقبة الدولية الليبية المقرر انعقاده على مستوى وزراء الخارجية في ميونخ الأحد من أجل مناقشة تنفيذ القرارات المتخذة في مؤتمر برلين. إلى ذلك اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو خليفة حفتر السبت بانتهاك وقف إطلاق النار باستمرار، قائلا أنه يتعين إيقافه حتى يتمكن الليبيون من التوصل إلى حل سياسي. وصرح أوغلو في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمؤتمر ميونخ للأمن بأن حفتر متمسك بالحل العسكري في ليبيا وليس السياسي. أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس السبت استعداد بلاده للمشاركة عسكريا في أزمات منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأزمة الليبية. أوضح ماس خلال كلمته بمؤتمر ميونخ الأمنية 56 أن هذه المشاركة يجب أن تكون في إطار سياسي على طاولة المفاوضات في نيويورك أو جنيف أو بروكسل، لافتا إلى أن وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا سيجتمعون الأحد في ميونخ للمرة الأولى لبدء آلية متابعة القرارات وكذا تنفيذها، خاصة ما يتعلق بحظر الأسلحة. إلى ذلك أعلن رئيس مؤتمر ميونخ الألماني فولغانغ شنغر أن الوضع في ليبيا يحتاج إلى التهديد بفرض عقوبات في حالة عدم امتثال الأطراف لقرارات مؤتمر برلين. ورأى شينغر في تصريح لسبوتينغ أنه ما دام خليفة حفتر يعتقد أنه يمكن أن يقترب بضعة كيلومترات من طرابلس لن ينجح أي اتفاق للسلام. قال وزير الدفاع الإيطالي لورينز جوريني السبت إن بلاده مستعدة للعمل على استراتيجية أوروبية مشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن ليبيا تشكل اختبارا معقدا دوليا وإقليميا. جدد جوريني في تصريح صحفي لكوريري ديلا سيرا التأكيد على عدم وجود أي حل عسكري في ليبيا، مشيرا إلى أن اللاعبين الدوليين لديهم أجندات مختلفة وهو ما يعقد الوضع الليبي. اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بوشرادة عدم التزام خليفة حفتر بوقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة ناتجا عن عدم جدية داعمه من الخارج في إيقاف العدوان الحاصل على العاصمة طرابلس. وأضاف بوشرادة في تصريح لبانوراما أن بعض أعضاء مجلس الأمن ليسوا صادقين في تبني حل جاد لانتهاء الأزمة في ليبيا عبر المسار السياسي. ومن جهة أخرى أكد بوشرادة أن مشاركة المجلس الأعلى للدولة في المسار السياسي والاقتصادي مرتبطة بشكل مباشر بالامتثال لوقف إطلاق النار ونتائج المسار الأمني. قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان إن عدة دول تعمل على تسوية صورة الحزب أو تشويه صورة الحزب وتنفيق أو تنفق على ذلك أموال طائلة عبر حملات إعلامية واسعة وممنهجة. هو ذاته صوان وفي تصريح للعربي 21 أبان أن الهدف من مثل هذه الحملات هو منع نجاح أي تجربة ديمقراطية بدول الربيع العربي، مشددا على أن هذه الدول لا تستطيع الإفصاح عن نيتها الحقيقية حتى لا تقف الشعوب ضدهم متسترة بأنها ضد الإسلام السياسي فقط
وليست ضد الديمقراطية. أضاف صوان أن حزب العدالة والبناء أظهر من خلال عمله أنه حزب سياسي مدني منفتح على كل الليبيين ويؤمن بالتداول السلمي على السلطة. مشاهدينا، قبل الخوض في باقي الأخبار ننوه بهذا الخبر العاجل والذي تشاهدونه الآن أو يظهر في شريط على الشاشة. هذا العاجل يؤكد أن خليفة حفتر لا زال يتواصل في عملية عدم امتثاله للقرارات الأممية القاضية بوقف إطلاق النار، حيث أنه الآن هناك قذائف قد سقطت على منطقة الهضبة القاسي وهي بالتأكيد أطلقتها ميليشيات تابعة لخليفة حفتر. في عودة للأخبار، قال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد إن تصريحات خليفة حفتر تؤكد أنه كان يسعى لكسب الوقت طيلة الفترة الماضية فقط لتجديد هجومه على العاصمة بعد حشد المزيد من القوات والعتاد، مشددا على أنه لن يكون هناك أي حل سياسي في ليبيا بوجود خليفة حفتر في المشهد. وأضاف زايد أن حفتر ضرب بكل الجهود الدولية وقرارات مجلس الأمن عرض الحائط ويضع مصداقية كل هذه الجهود على المحك، وأن ما يقوم به يعزز موقفنا الحذر منه، ويبرر دور الدول الداعمة لحفتر في إفساد الجهود الدولية والتمرد على القرارات الدولية. نظمت لجنة الكبرى المنظمة لاحتفالات ذكرى ثورة 17 من فبراير السبت مؤتمرا صحفيا أعلنت من خلاله عن مخططها التفصيلي لاحتفاليات هذا العام، كما عرضت فيه مستجدات الاستعدادات الجارية وتحدثت عن التجهيزات اللوجستية والأمنية والطبية من توفير للمستشفى الميداني وسيارات الإسعاف ودوريات الشرطة. سيكون هناك انطلاق لقافلة الثورة التي سميت بقافلة الثورة، ثورة 17 فبراير، من كل المناطق والمدن للاجتماع في ميدان الشهداء على هيئة مواكب وحشود من جميع المدن يحملون صور شهدائهم ورموز هذه الثورة العظيمة بصحبة الفرقة النحاسية لوزارة الداخلية، واستعراض عام أمني وعسكري ولمؤسسات الليبية الثقافية سواء كانت فنية أو شعبية وبعض مؤسسات المجتمع المدني إلى حتى 6:00 مساء. في ذات الملف، تسعد بلدية جنزور للاحتفال بالذكرى 9 لثورة 17 من فبراير بتزيين الشوارع ومؤسسات الدولة بأعلام الاستقلال، فضلا عن شعارات الدولة المدنية التي يطالبون بها. التفاصيل في هذا التقرير. في إطار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 9 لثورة 17 من فبراير، بدأت بلدية جنزور أعمالها من خلال تركيب الأعلام والزينة وتنظيف الطرق داخل شوارع المدينة. طبعا تجهيزات جنزور كالعادة في كل ثورة 17 فبراير يفزعوا لها ناسها واهلها بدون أي دعم بدون أي شيء، شباب كلها تطلع، تنظيف منطقة، تعليق أعلام. الليبيون يحتفلون بالذكرى 9 وسط فرحة عاشوها إبان انطلاقتها قبل سنوات، يسردون فيها ملامح التضحية التي قدمت آنذاك، فرغم الألم إلا أنهم مستمرين في تضحياتهم
لعقيدة وثوابت ومبدأ يعيش في وجدانهم كغيرهم من مواطنين البلديات الأخرى. ونحن نستعد للاحتفال بالذكرى التاسعة على ثورة فبراير. نترحم على أرواح شهدائنا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والعودة للمفقودين. ونحن طبعا زي ما ذكرنا نستعد للاحتفال بهذه الذكرى. الليبيون يحتفلون بالذكرى التاسعة وسط فرحة عاشوها إبان انطلاقتها قبل سنوات، يسردون فيها ملامح التضحية التي قدمت آنذاك، فرغم الألم إلا أنهم مستمرين في تضحياتهم لعقيدة وثوابت ومبدأ يعيش في وجدانهم كغيرهم من مواطنون البلديات الأخرى. ويؤمن القائمون على الاستعدادات للاحتفال باليوم المشهود في تاريخ الليبيين، الكل يشارك ويتطوع رغم الألم وما تمر به العاصمة طرابلس من عدوان، وسط أمل باستكمال درب النضال وتحسن أوضاع البلاد. استأنفت مدينة تغدامس بجهود شباب المدينة وبدعم من المجلس البلدي الاستعدادات للاحتفال بثورة 17 من فبراير، وذلك بتهيئة شوارع المدينة بأعلام الاستقلال والزينة بمختلف أنواعها. هذا وكانت العديد من البلديات في ليبيا قد بدأت استعداداتها فعليا للاحتفال بثورة 17 من فبراير. يذكر أن اللجنة العليا للاحتفال بالثورة قد أعلنت السبت في مؤتمر صحفي تجهيزها لمستشفى ميداني وسيارات إسعاف ودوريات أمنية لضمان سير الاحتفال بالشكل الأمثل. وقبل حتى نذهب للفاصل أود أن أسألك مسرة، لو خيرت بين البقاء هنا يوم 17 من فبراير ذكرى الاحتفال التاسع وبين الذهاب إلى الميدان، أيهما تختاري؟ تعودت يعني يا إسلام أن أتواجد هنا في الاستوديو لنقل الصورة بشكل أكبر للمشاهد. حضرتك؟ بالنسبة لي يفضل أن أكون في ميدان الشهداء، هذا لو تكرمت علينا الإدارة الكريمة بسمح لنا يوم 17 شهر بإخلائي من القناة والذهاب إلى الاحتفالات. عموما النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. بلدية تجورة تشهد فعاليات المعرض السنوي الأول للمنتجات الزراعية. وزير التعليم المكلف عمار زايد يعتمد المواصفات النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية. أهلا بكم من جديد. يعتبر مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية مظلة الأمان الاقتصادية التي كفلت توزيع العدل الثروة في الوقت الذي تحاول فيه أطراف عدة بعد فشل مشروعها العسكري اللعب بهذه الورقة لتمرير أجنداتها في ليبيا. مشروع الدستور الليبي الذي أقرته الهيئة التأسيسية في يوليو 2017 بعد تصويت 43 عضواً من كافة الدوائر الانتخابية للبلاد كفل توزيع العادل الثروة الذي تستغله بعض الأطراف المحلية والإقليمية كذريعة لتمرير أجندتها. فما جرى في الموانئ والحقول النفطية منذ قرابة شهر بزعم الخلل في توزيع الثروة قد تناوله مشروع الدستور الذي نص في بابه التاسع على حق.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات النفط المتمثلة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام خلال شهر يناير قد بلغت نحو 1.77 مليار دولار أمريكي، مستشرة بذلك انخفاضا بنحو 418 مليون دولار أمريكي مقارنة بإيرادات شهر ديسمبر 2019. أوضحت المؤسسة أن الارتفاع في إيرادات شهر يناير 2020 الذي يقدر بنحو 10% مقارنة بإيرادات ذات الشهر من العام الماضي يعود إلى ارتفاع سعر النفط. في عالم المال والأعمال شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مع بداية تداولاتها السبت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسعر الإغلاق الخميس، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 4.25 دينار للدولار الواحد، بعدما انخفض الخميس إلى 4.18 دينار. أما اليورو فقد شهد ارتفاعا مماثلا حيث وصل سعر صرفه إلى 4.57 دينار لليورو الواحد. قالت الشركة العامة للكهرباء إن مخربين قاموا بسرقة أسلاك وكسر 4 أعمدة بمحطة المشروع الزراعي بدائرة توزيع قصر خيار وسرقة كوابل تقدر بمسافة 1800 متر بخط الزياني بمنطقة النصرية، ما أدى لفقدان التغذية إلى 4 محولات هوائية وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض منازل المواطنين القاطنين بالمنطقة. هي ذاتها العامة للكهرباء أوضحت عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك الجمعة أنها تخلي مسؤوليتها عن أي انقطاعات تحدث نتيجة هذه الاعتداءات والتي تزايدت وتيرتها مؤخرا، داعية الجهات الاعتبارية في الدولة لتحمل مسؤولياتها فضلا عن حماية مكونات الشبكة الكهربائية. أقيم المعرض السنوي الأول على مستوى بلدية تجورا والذي شارك فيه مجموعة من المزارعين والفلاحين بتجورا والمهتمين بالمنتجات الزراعية بمختلف أنواعها وسط حضور وإقبال من الزائرين لهذا المعرض. نتابع. على مستوى البلدية وكل من يهتم بالشأن الزراعي جاء هذا المعرض السنوي الذي استقطب مزارعي تجورا لعرض محاصيلهم الزراعية والمنتجات المشتقة منها. بالنسبة للمشات الموجودة حاليا هي الأشياء التي تنبت وتنمو في مدينة تجورا كأشجار الزيتون والبرتقال وفسائل النخل، مجموعة من بعض أشجار الخضروات والفواكه الأخرى، إضافة إلى بعض أشجار مصدات الرياح التي تنمو في المدينة. المعرض شارك فيه العديد من أصحاب المزارع والمهتمين بالمنتج الزراعي وفسائل النخيل النادرة، وعرض للتمور المحلية وأنواع الزيوت التي تستعمل في أغلب البيوت الليبية. وبالنسبة للعروض التمور عندنا قريب 10 أصناف الحمد لله. بالنسبة منها الأصناف هي زي الأبل، زي الصعيدي، زي الصعيدي أصفر، زي الدقلة درجة أولى، ودقلة عرجون والحمد لله، وتمر عجين بجميع أنواعه، ورب وزيت زيتون. زوار كانوا ضمن الحضور في المعرض الزراعي الأول الذي استقطب الأشخاص المهتمين حتى من خارج بلدية تجورا، والذين جاءوا للإطلاع على المناخ الزراعي بها. جينا لزيارة هذا المعرض ودهورنا فيه الحمد لله وشبحناه، لقينا فيه حاجات يسرى تمثل شتول العناب والزيتون والمصدات الرياح، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من التمور، واليوم من هيك يعني استقبال المنطقة واستقبال الناس الزائرين لها، وفرحوا بالناس فرحة كويسة واستقبلوا استقبال بهي، وعطونا نبذة مختصرة حقيقة كيف تنقي وكيف تغرس وكيف تلقم، وهذه فائدة كبيرة جنانا الحمد لله من جيتنا. معرض بسيط استقطب القاصي والداني في محاولة للقائمين عليه للحفاظ على هوية ما يتم إنتاجه في أغلب مزارع تجورا. وسام الزواغي لقناة ليبيا بانوراما، طرابلس.
اعتمد وزير التعليم محمد عماري زايد الجمعة نتائج أعمال اللجنة التربوية المكلفة بوضع المواصفات الفنية للامتحان النهائي وتقليص المفردات في جميع المقررات الدراسية لمرحلة الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي، مبينا أن التقليص لم يتجاوز ما نسبته 25%. وأكد وزير التعليم بأن هذه الإجراءات اتخذتها الوزارة نتيجة لتعثر بداية العام الدراسي في المرتبة الأولى وللظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها العاصمة طرابلس والتي عرقلت بشكل كبير انتظام العملية التعليمية. انطلقت السبت فعاليات ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم بتنظيم من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وبمشاركة لفيف من ممثلي المؤسسات ذات الاختصاص. تحت شعار البلدية بلديتك والقرار قرارك، نظمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فعاليات اليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم بحضور أعضاء نواب ورؤساء وأعضاء عدد من منظمات المجتمع المدني والمهتمين. قمنا بإعداد هذه الورشة ودعونا عديد من المؤسسات والناشطات في المجال في هذا المجال، وكان طبعا هو التعريف بالنشاط باللجنة المركزية وأنشطة الانتخابات ومشاركة المرأة وأهميتها في بناء الإدارة المحلية. الاحتفالية تخللها التعريف باليوم ودور المرأة في مجال البحث العلمي والتعريف بالمجلس البلدي والمهام والخدمات التي يوفرها وعرض للإحصائيات الخاصة بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة في الدورات السابقة. واختتمت الفعاليات بجلسة حوارية عن مشاركة المرأة في الانتخابات بعنوان واقع وتطلعات، وكان لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة نصيب من المشاركة. طبعا جاية هنا اليوم على مشاركة أشخاص أو تمكين مشاركة أشخاص ذوي الإعاقة في المجالس البلديات. نتكلم مثلا على مستوى يعني طرابلس مثلا توجد 22 بلدية ولا يوجد فيها يعني يعملوا أشخاص من ذوي الإعاقة سواء كانت الإعاقة البصرية أو الحركية أو الصم. يعني حسيت أن هذه يعني الفئة مهمشة. تأتي هذه الفعالية ضمن اهتمام اللجنة بالمرأة ومشاركتها في بناء الإدارة المحلية والعملية الانتخابية بما تتخلله من فعاليات وممارسات وأنشطة تعد تدريبا على ممارسة الديمقراطية. افتتحت في مصلحة الإصلاح والتأهيل مليتا بزوارة مكتبة قراءة احتوت عددا من الكتب في تخصصات مختلفة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. مراعاة لحقوق النزلاء داخل السجون ولزيادة معرفتهم وثقافتهم، افتتح مكتب الثقافة ببلدية زوارة بالتعاون مع إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتا مكتبة ثقافية داخل مبنى المؤسسة. ونحن الآن في أمس الحاجة إلى هذه العناوين أو هذه اللفتات، فالثقافة تغذي عقل الإنسان وروحه، وهذه البادرة بادرة طيبة تجاه إخوتنا من السجناء، فهم في النهاية أبناؤنا ونحن نسعى إلى تقويمهم، وبالثقافة إن شاء الله سيكونون في المستقبل رجالاً صالحون. تضم المكتبة حوالي 450 كتابا في مختلف العلوم الإنسانية والتطبيقية كمرحلة أولى، واختير للمكتبة اسم عبد الحميد العزابي وهو أحد عناصر الشرطة الذي توفاه القدر تقديرا له ولما قدمه في حياته العملية. السجن أو في دار الإصلاح يجب أن نغير الفكرة أن السجين يكون محبوس ومسكر عليه الباب وكذا. السجين له حقوق، المفروض أن يكون عنده مش المكتبة فقط، ولكن المفترض أن يكون عنده مكان للرياضة، مكان حتى يتهيأ عند خروجه من السجن أن يكون مواطن صالح داخل المجتمع. المكتبة ستكون بمثابة مساعدة لنزلاء هذه المؤسسة لاستغلال وقت الفراغ الكبير الذي يعانون منه في ظل غياب البرامج والمناشط داخل السجن، وتتيح لهم زيادة معرفتهم وثقافتهم.
والحديث حول الاستعدادات بميدان الشهداء لثورة 17 من فبراير تنضم إلينا مراسلتنا عبر الأقمار الصناعية من ميدان الشهداء نسرين سليمان. بداية أهلا بك نسرين. نسرين صفي لنا الأجواء، كيف هي الاستعدادات داخل ميدان الشهداء الآن؟ أهلا بك زميلتي مسرة وأهلا بك زميلي إسلام. طبعا نحن الآن متواجدين في ميدان الشهداء لتغطية فعاليات الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير. طبعا الاحتفالات تستمر على مدار 3 أيام، بدأت اليوم هذه الفعاليات وتستمر لغدا وما بعد الغد. غدا تبدأ الفعاليات منذ صباح الباكر، وأيضا في يوم 17 من فبراير وهو اليوم المنتظر تبدأ الفعاليات منذ الصباح ولا تنتهي حتى المساء. طبعا كل المدن في ليبيا أو معظم المدن بدأت في التجهيز لهذه الاحتفالات، بدأت في تزيين شوارعها وبدأت مظاهر الاحتفالات تغطي هذه الشوارع. طبعا مراسلين في جميع المدن أو في معظم المدن بدأوا يرسلون إلينا الفيديوهات التي تظهر المظاهر الجميلة لهذه الاحتفالات. طبعا طرابلس ورغم العدوان ورغم الألم الذي تمر به تستمر في الاحتفال بهذه الذكرى التي تعتبر مقدسة وبعيدة عن أي صراع سياسي، لأنها ذكرى تخلصنا فيها من نظام طاغي وبدأت ليبيا أو دخلت ليبيا في مرحلة جديدة. طبعا اللجنة العليا للاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير أيضا اليوم أعلنت عبر مؤتمرها الصحفي أن الاستعدادات بدأت على أشدها. الآن هناك مستشفى ميداني يتم تجهيزه بالكامل في ميدان الشهداء، هناك مجموعة من سيارات الإسعاف يتم تجهيزها لضمان الاحتفال بشكل الأمثل ولضمان سير هذا الاحتفال بشكل الأمثل. أيضا هناك دوريات أمنية توزع في مختلف المناطق في العاصمة طرابلس وأيضا في المدن الأخرى التي سيتم من خلالها الاحتفال بثورة 17 من فبراير. وأيضا الدعم، هناك الحكومة لم تستطع أن تغطي هذا الاحتفال بشكل الأمثل، فالمواطنين تبرعوا بالأموال ليغطوا هذا الاحتفال، وهذا ما تم الإعلان عليه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للاحتفالات اليوم. وشكرا لكم. نعم مراسلتنا نسرين سليمان كنت معنا من ميدان الشهداء، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا وصلنا لختام هذه النشرة وهذا تذكير بالعناوين. السراج يقول أن رهان الدول الداعمة للعدوان خاسر وثبت فشله، وليبيا لن ترتهن لشخص واحد. حفتر يرفض قرار مجلس الأمن ويؤكد استمرار العدوان وإطلاق نار بساحة الكيش بمدينة بنغازي. أردوغان وترامب يؤكدان أهمية استعادة الاستقرار في ليبيا ويرفعان حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء دائماً.